محامون من صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد جمعتهم هيئة النفاذ إلى المعلومة في أول لقاء علمي يدعم موقع آلية حق النفاذ إلى المعلومة كأبرز آليات الدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية. المعلومة اللي يقصدها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة، اللي هو ينظم إجراءات وأساليب ممارسة هذا الحق على أرض الواقع. المعلومة المقصودة هي المعلومة المتعلقة بإدارة الشأن العام، المعلومة المتعلقة بالتصرف المال العام، هذه هي المعلومة المقصودة بالنفاذ يعني إليها من قبل المواطنين. القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ المعلومة نص صراحة على أنه من أهداف هذا القانون هو ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة تعزيزا لمبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في المرافق العمومية. هذا اليوم التكويني يهدف بالأساس لتعزيز قدرات المحامين في استغلالهم لحق النفاذ إلى المعلومة في دفاعهم على المواطن وعلى الحقوق كطرف هام في منظومة الدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية وضمانا للشفافية والمصلحة العامة. نفاذ المعلومة هو حق دستوري تكرس منذ الثورة، اللي هو يستمتع به المواطنين الكل في النفاذ للمعلومة، كذلك في حماية حقوقهم وحرياتهم. اليوم الدراسي هذا يجي ينظموا مركز كواكب التحولات الديمقراطية مع الهيئة الوطنية هيئة للنفاذ المعلومة مع عمادة المحامين فرع صفاقس وفرع سيدي بوزيد وفرع القروان لتعزيز قدرات المحامين في استغلالهم للحق هذا باش يدافعوا على موكليهم، مش يدافعوا على الناس، مش يدافعوا على المظلومين. القانون احمى نفسه بنفسه، لانه المواطن كي يلتجأ لاداره ويطلب معلومه بالطرق القانونيه، اذا الاداره ترفض هذا، ترفض تمكينه من المعلومه هذه، القانون خول له انه يلتجا الى هيئه النفاذ للمعلومه، يطعن في قرار الرفض نتاع الاداره هذه، والهيئه النفاذ للمعلومه تصدر احكامها واحكامها نافذه، ثم اليات لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئة النفاذ للمعلومة. والغاية منها هو حسن تطبيق المرفق القضائي بجناحيه قضاة ومحامين للحق في النفاذ إلى المعلومة في إطار دورنا في الدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية. اللقاء التكويني العلمي تضمن مداخلات ونقاشات أكدت أهمية حق النفاذ إلى المعلومة وموقعها الأساسي في ترسانة القوانين الضامنة لنجاعة المؤسسات العمومية في إزداء خدماتها لدافعي الضرائب.